طيب لو قابلته في مجلس اجتماع مجلس اداره او حاجه هيكون تعاملك معاه ازاي؟ حصل قبل كده ان احنا قعدنا مع الدكتور علاء عبد العال رئيس مجلس النواب، بس ما تمش حوار ما بيننا بشكل مباشر، لكن تم ان يبقى في دعوه لمجلس اداره، وراح الاستاذ مرتضى مجاش، ودي كانت حاجه ترجع له شخصيا. انا يهمني هي مصلحه نادي الزمالك، ما يهمنيش مين جاي الاجتماع او مين مش جاي الاجتماع، انا يهمني يبقى في اجتماع مجلس اداره، لان الناس انتخبتنا عشان كده. في امور انت لازم تتخذها، وفي قرارات انت لازم يعني تناقشها عشان تقدر تقول انت هتعمل ايه في الفتره الجايه. الموضوع مش الا اذا كانوا عملوا ما عملوش مجلس اداره، كانوا عملوا رئيس نادي بس، ما عملوش حاجه اسمها مجلس اداره. طب ودكتور عبد الله جورج؟ لا، دكتور عبد الله جورج في تواصل ما بيننا، لان زي ما بيقولوا كده احنا في الهوا سوا، نفس المشاكل اللي عندي هي المشاكل مع دكتور عبد الله جورج، فبيتم التواصل ما بيننا، لان احنا مش محسوبين على حد. احنا لما نزلنا الانتخابات مش محسوبين على حد، يعني النهارده مثلا كابتن احمد سلمان ما حصلوش التوفيق، لكن مع ذلك كنا بنتكلم مع بعض عادي. الانتخابات في ناس فاهمها غلط، في ناس فاهمها ان احنا اعداء. لا، انت بتتنافس ان تقدم الافضل لنادي الزمالك، لكن مش بتتنافس ان انت وحش وانا حلو، لا خالص، بدليل ان الحمد لله الواحد نجح. فهي دي الفكره، احنا المفروض نبقى اسره واحده، الموضوع مش يبقى يعني الموضوع ما يتحولش الى اعداء. انت كويس وانا حلو. انا طبعا يعني عندي حزن شديد ان مؤسسه كبيره زي نادي الزمالك بتدار بهذا الشكل. النهارده انت بتتكلم في اكثر من 4 شهور وما تمش الاجتماع مجلس اداره وحيد، ومقابل انديه اخرى كانت في نفس مده الانتخاب وعملوا 5 و6 اجتماعات. اتمنى ان اعضاء النادي ان يكونوا حاسين بالمأزق، وحاسين ان نادي الزمالك وعارفين ان نادي الزمالك نادي مش صغير، نادي كبير، ولازم يكون في مجلس اداره، ولازم يكون في تجاوب. ان النهارده العضو النهارده لما يكون عايز يعني يقدم طلب او يشتكي على حاجه، يشتكي لمين؟ يقدم طلب لمين لما مفيش مجالس ادارات بتتعمل؟ صح. فدي لازم هم يكونوا عارفينها كويس، ولازم يكونوا عارفين ان ده ناديهم زي ما هو نادينا. انا راجل عضو في النادي، هم اعضاء في النادي، ده بيتنا ولازم نحافظ عليه.